نتابع المشهد العالمي بكل تفاصيله مع ضيفي في استوديو البرنامج السيد نور الدين مفيد الحمري وهو كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. أحييك نور. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نعود هذه المرة جديد الأسواق العالمية نبدأها ربما من المنطقة الأوروبية في البداية. شو رأيك في الكلام اللي ذكره كينغ؟ يعني يقول إنه يجب أن ينظروا إلى استهداف معدلات التضخم لكن بدون أي قرارات، هل ينفع ذلك؟ بالتأكيد لا ينفع، يعني منذ بداية الأزمة المالية العالمية نقوم ببرامج جديدة لخلق التضخم، تيسيرات كمية، لكن الشيء اللي أيضا بقال خلال حديثي يوم أمس أنه المركزي البريطاني أو بنك قطر المركزي جاهز للتحرك في مزيد من التيسير الكمي أو إضافة المزيد من الأموال في برنامج شراء الأصول عند الحاجة. غير شيء، الشيء الأهم من ذلك أنه قال أولا أنه أرقام الـQ4 أو اللي هي معدلات النمو للربع الرابع من العام الماضي ستكون أخف أو أضعف من النمو خلال الربع الثالث. طبعا معظم هذه النمو أو معظم الفاكتورز اللي ممكن ان يتم يعني البليم زون او اللي هي تعطيها تاثير اللي هي عامل الجو كان خلال شهر 12. اخيرا قال انه يجب علينا اعاده الريبالانسنج او اللي هي اعاده نوعا ما جدوله الاستقرار في الجنيه الاسترليني لكي يتم تجنب ما يسمى بحرب العملات. طبعا هذه اكثر نقطه يمكن التركيز عليها او يجب التركيز عليها خلال الفتره المقبله. يعني كل ما بيحكي عن بريطانيا لكن اليوم حنعطيها حصه اكبر. ارجو ان تبقى معنا نور. اذا بعد الفاصل هذه المره وكيف ستبدو عليه صوره التحركات في الاسواق الاوروبيه؟ هل بيانات الثقه القويه في المانيا ستغلب على بيانات مخيب الامال بالنسبه لقطاع الاتصالات الفرنسي؟ نتابع بعد الفاصل. نعود لكم من جديد هذه المرة. نبقي عيوننا بشكل خاص على المنطقة الأوروبية وجديدها وذلك بمزيد من التحليل مع ضيفي في استوديو البرنامج سيد نور الدين مفيد الحموري. نور، بريطانيا في غموض دائما، يعني كأنه النظام الملكي في عنده منهجية في التعاطي مع الصحافة والإعلام بشأن اقتصاده، يضع كل التحركات قليل ما يعني مش مثل اليورو، مش مضطرين هم، مش ضمن حزمة اتحاد أو دعنا نقول رابطة، مضطرين أنهم يعلنوا أول بأول، وكأنه يعني ذكرنا بالشركة الخاصة، يعني مش مدرجة في السوق المالي، ما حدا لازم يعرف تفاصيلها. ماذا نتوقع من كاميرون في خطابه لمنطقة اليورو؟ أول شيء قال أنه هناك احتمال كبير أن يتم الإعلان عن استفتاء للشعب في بريطانيا عن سواء دخول أو البقاء في ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج من ذلك. هذا نوعا ما يعطي يعني هناك في نوع من عدم الاستقرار ممكن أن يكون في الوقت الحالي في بريطانيا. لكن الشيء الأهم أن البنك المركزي، سياسة البنك المركزي وحتى سياسة الحكومة الحالية الميزانية الأخيرة، أولا شهدنا نوع من أنه توقعات وزارة المالية عن أنه debt to GDP ratio أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في الارتفاع حتى العام 2016 قبل أن تعود الانخفاض، وأنا ممكن توقعاتهم تشير الآن إلى أن تصل أكثر من 88% من الناتج الإجمالي. مع التذكير أنه بريطانيا ما تحركت أبداً بالنسبة لموضوع برنامج شراء الأصول، بقته على 375 مليار. الشيء الأهم أنه الوكالات التصنيف الائتماني الآن ستنظر إلى توقعاتهم خلال الشهر المقبل، إن كان استمر هذا الرقم بالذات اللي هو 88.7 كما هو دون تغيير، هذا يعتبر نوعا ما شيء يعني مطمئن من ناحية الوكالات. لكن أي تغيير في التوقعات من جديد الآن أو خلال العام 2013، أي تغيير في التوقعات الآن سيؤدي إلى يعني خفض التصنيفات الائتمانية، وليس فقط على مستوى بريطانيا، على مستوى ليش التصنيفات الائتمانية؟ نعم هي ائتمانية في القروض وفي شكل مقدرتهم على سداد الائتمان ومحافظتهم، يعني فقط ينظر إليها في الحكم على اقتصاد الدولة ولا ينظر إلى الإنتاج الصناعي، وكأنه المؤشرات الإنتاج الصناعي فقط نحن المعنيين فيها. أيضا الإنتاج الصناعي في بريطانيا متراجع وهذه أرقام أيضا حذرة جدا يجب أن تنتبه لها. مش بنحكي الملكة يعني ما بتتدخل في هذه الأمور، لكن من الذي يجب أن يراقب الإنتاج الصناعي المتراجع في بريطانيا حاليا؟ على الأقل بالنسبة للاقتصاد، يعني هي أيضا ليس فقط في بريطانيا، في دول الاتحاد الأوروبي، في يعني الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن هناك شيء أو نوع من يعني عدم إعطاء الأهمية لكل المؤشرات الاقتصادية. هذا الشيء يعتبر نوعا ما غريب أو ممكن أن يكون غير واقعي. لكن إن اضطرنا مثلا إلى في بريطانيا اليوم ننتظر معدلات البطالة، يجب أول شيء الانتباه إلى عدد الوظائف المضاف في القطاع الصناعي أكثر من أي قطاع آخر، كما حصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي. القطاع الصناعي يعني يفقد أكثر من 11 ألف على مدار الثلاث أشهر.
هذه نوع من عدم التركيز على هكذا أرقام، يعني ممكن يعني بنحسه زي كأنه محاولة لغض النظر عن هذه الأرقام في الوقت الحالي على الأقل، لكن تبعات هذه الأرقام سنراها خلال خلال فترة قادمة. باعتقادك كون يعني بريطانيا لا تتبع لمنطقة اليورو، نذهب إلى المؤشرات الأكثر فاعلية. ألمانيا مؤشر الثقة يرتفع بشكل واضح، وحتى قيل أن ارتفاع النفط اليوم يعود إلى هذه المستويات الإيجابية. ما الذي يعكسه ارتفاع مؤشر الثقة بالنسبة للمستهلك الألماني؟ أهم شيء كان من هاي الأرقام، وإحنا عنا مؤشرين، الإيكو سنتمنت أو الإيكونوميك سنتمنت، الحالة الاقتصاد الألماني. الشيء الثاني اللي هو الوضع القائم في يعني مؤشر اسمه كارنت سيتويشن. الكارنت سيتويشن نسبة ارتفاعه كانت بأقل من مؤشر التوقعات. مؤشر التوقعات يعتبر نوعا ما إيجابي، لكن الإيجابية أتت أولا من غض النظر الآن عن اليونان لفترة على الأقل، يعني عم نحكي عن من 3 إلى 6 أشهر، لكن تبقى الفترة المقبلة هي يعني نوع من الحديث عن إسبانيا إيطاليا. بغض النظر عم نشوف بيع السندات بشكل كبير، لكن السؤال هل يستمر هذا السيناريو أو هذا التفاؤل نوعا ما بالنسبة لأوروبا؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، أرجو أن تبقى معنا نور. إذا بعد الفاصل سنتحدث أكثر أيضا عن المنطقة الأوروبية والمشهد العالمي. نعود إلى المشهد العالمي من جديد هذه المرة مع ضيفي نور الدين مفيد الحموري، وهو كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. نور، توقفنا كان على أي من البيانات باعتقادك التي ستلعب دور أو تستكمل دورها في الأسواق الأوروبية، البيانات القوية في ألمانيا أم البيانات التي أطاحت بالأمس بشكل واضح باسم قطاع الاتصالات الفرنسي بعد أن أعلنت فيفنتي أنها تسعى إلى تخفيضات ب 25%، يعني أي ستقوم دعنا نقول تقديم تنزيلات زي ما بيحكوا على الأسعار المكالمات بهذا المقدار؟ يعني نوعا ما تعتبر خطوة أعتبرها على الأقل بشكل شخصي هي غريبة. نوعا ما الجميع يقوم برفع الأسعار بناء على معدلات التضخم الحالية على الأقل، لكن هناك شيء مهم، تخفيض المعدل بحوالي 25%. هنا أحد الأشياء اللي ممكن أن نقولها أنه الخدمات المقدمة ممكن أن تكون أوفر فاليد بشكل كبير، والرفع اللي حصل خلال الفترات الماضية وما هو إلا نوع من التحرك ل يعني حماية الشركة من أي أزمة ممكن أن تحصل أو من أي ضائقة مالية ممكن أن تحصل خلال فترة حصلت خلال الفترة الماضية. لكن خلال الفترة المقبلة كل الأسواق يجب أن تركز الآن أو ستركز في الغالب على ما ستقوم به البنوك المركزية، لأنه استمرار سياسات التيسير الكمي وسياسات التحفيز الاقتصادي بشكل عام لم تستطيع الحفاظ على توازن الاقتصاد بشكل عام أو توازن استمرار النمو أو يعني استقرار النمو بشكل عام. الشيء الآخر أيضا عندنا الديت سيلينج أو اللي هو سقف الدين الأمريكي، من الممكن أن يتم تأجيله حوالي 3 أشهر الآن بشكل أو بآخر، يعني سيتم تجاوزها كما حصل. يعني هي لا يعني هي السيناريو الحاصل الآن له من يوم أو يومين، شاهدنا ذلك الكلام أكثر من 20 سنة إلى الآن، لكن السؤال عندما نصل إلى يعني الأرقام ديت عالية جدا سنعود احتمال أن نرى عام 2008 من جديد. طيب نعود للمنطقة الأوروبية، ماذا عن اجتماع وزراء المالية بالأمس؟ دراغي أيضا كان له رؤية، وكأنه الحديث طبعا فقط نذكر أنه تم انتخاب خليفة ليونكر، هذه المرة نتحدث عن يورين ديزل بوم، ولكن يعني الحديث أكثر الحقيقة أنه هل ممكن أنه تتخطى البنوك أو تتجاوز التسلسل الإداري، بدل ما ترجع لبنك المركز الأوروبي سيكون فقط تعامله مع صندوق الاستقرار أو آلية الاستقرار؟ هو نوعاً ما ممكن أن يكون شيء صعب، لأنه هو بالنهاية البنك المركزي الأوروبي يعتبر أحد الأداة الرقابة على كل البنوك، بالرغم من أنه يعني حتى مع وجود البنك المركزي شاهدنا العديد من الفضائح، على الأقل خلال العام 2012 شاهدنا أكثر من 4 فضائح لبنوك عالمية أو يعني بنوك أوروبية على الأقل. الشيء الآخر أيضا يعني يوم أمس ليلا بحوالي ساعة واحدة بتوقيت دبي أو فجرا بتوقيت دبي كان في هناك حديث لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قال أنه السحابة الأسوأ أو السحابة السوداء أو الأكثر سوداوية يعني قد تخطط الاتحاد الأوروبي. طبعا ننتظر الآن أنجلا ميركل لتقوم مرة أخرى بالتعليق على هذا الكلام بالنفي، كما حصل مرة يعني عندما قال وزير الاقتصاد الألماني أنه الأسوأ
قد أصبح خلفنا، لكن أتت أنجيلا ميركل وقالت أنه الأسوأ لا زال أمامنا. فنفس الشيء ممكن أن يحصل الآن حتى مع توقعات المطمئنة من البنوك المركزية، لكن نعتقد أنه الأزمات لم تنتهي فعليا إلى الآن. على يعني على ذكر ميركل، طبعا كان لها حديث أيضا وتعليق، فقط أذكر من جديد بأنه ميركل بين الحين والآخر إما تعطي دفعة من التفاؤل أو تعطي يعني مزيد من التشاؤم على أداء الأسواق العالمية. أذكر إذن من جديد هذه المرة مشاهدينا، كانت قد تحدثت المستشار الألماني أنجيلا ميركل عن مقترحات ملموسة ترمي إلى تعاضد السياسات الاقتصادية بشكل أوثق بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والعمل والنمو والاستقرار المالي في منطقة اليورو. نحن بالطبع نريد أن نتعاون بشكل وثيق للغاية بشأن تنظيم الأسواق المالية والإشراف على المصارف وفرض ضريبة على المعاملات المالية، لأن الشعب في ألمانيا وفرنسا وكل الدول الأوروبية الأخرى لن يقبلوا بتدمير اقتصاد السوق الأوروبية من خلال المضاربة والافتقار الكامل للتنظيم ووجود قوى غير منظمة في العالم يمكن أن تدمر كل ما بناه الشعب من خلال العمل، وهذا يجب أن لا يحدث. إن الدولة هي حامية النظام. ما مدى صحة هذا الكلام؟ ما نور يجيب عليه؟ يعني سؤال يعني. دمر أو لم يدمر يعني دمر أم لم يدمر، يعني في هناك مقدار كبير من الدمار الذي حصل على الأقل خلال العام 2008 وإلى الآن أصلا. يعني حتى شو شكل المضاربة اللي بتذكرها هي يعني بتعنيها؟ هنا الشيء يعني الطريف بالموضوع، عندما يتكلم سياسيين في الاقتصاد نوعا ما نرى يعني ان هناك نوع من التعليقات غير مفهومه او هي غير واقعيه نوعا ما. لا يمكن ان نقول والله في عندنا مضاربه في الاسواق دائما تؤثر على اليورو او تؤثر على الصناعه او تؤثر، هناك في مضاربات لكن في اسواق محدوده السيوله، محدوده او معروفه السيوله. عم نجي نقول والله في عندنا اسواق الدول الأوروبية كلها لا يمكن المضاربة عليها بشكل سهل جدا، ومن لديه هذه الأموال للمضاربة عليها؟ لكن الحكومات عندما تستخدم دافعي الضرائب الآن لتغطية شيء آخر، هنا يكمن الشيء. يعني الجميع يعلم أنه دائما الدول بشكل عام، ليس فقط في ألمانيا، في كل دول العالم، عندما يريدون نوعا ما يعني تغطية على شيء يذهبون دائما لحماية هذا الشيء، أو حتى رفع الضرائب يأتي لحماية دافعي الضرائب. لكن كيف؟ طب أزواج العملات، نتابع أيضا في حديثنا معك نور التحركات لليورو، لا نستطيع أن نفسر يعني حتى لو اليورو كان في قوة، العملة التي تقابله أيضا في عليها أخبار. حاليا الدولار بشكل رئيس كيف سيتحرك؟ هل في قوة في الدولار ملموسة؟ ما الذي سيدفع بالدولار للارتفاع؟ هل حتى الانتهاء من برنامج رفع سقف الدين ستتضح لنا الصورة أكثر؟ أعتقد أن الدولار الأمريكي على الأقل خلال عام 2013، أنا شخصيا سأبتعد عن الدولار قدر الإمكان لسبب مهم جدا، اللي هو استمرار سياسات التيسير الكمي على الأقل، حتى مع أنه في عنا سبلت أو في عنا عدم اتفاق بالفدرال الأمريكي حول المزيد من التيسير الكمي. هناك أعضاء يريدون وقف التيسير الكمي، هناك أعضاء يريدون يعني استمراره حتى وقت غير محدود، هناك أعضاء يريدون حتى نهاية العام فقط. لكن لم نشهد أي نوع من التعليق حتى من بين برنانكي في آخر حديث له، ما كان له نوع من الحديث الواضح عن سياسة التيسير الكمي. لكن يعني السؤال الذي يكمن في ذلك الفترة، في تلك الفترة، أنه كيف يتم الإعلان عن 45 مليار دولار لشراء السندات وهو لا يوجد اتفاق. فأعتقد أن الدولار الأمريكي خلال على الأقل خلال الربع الأول سيستمر في الانخفاض أمام معظم العملات العالمية باستثناء الين الياباني على الأقل. أما اليورو شهدنا يوم أمس انخفاضه إلى مدون مستويات 33 على إثر الإشاعات التي قالت أنه في عنا الوايدمان واللي هو عضو البنك المركزي الأوروبي عن ألمانيا أو المركز الألماني بونز بانك، كان هناك إشاعات عن أنه هناك في استقالة. لكن منذ أن شهدنا هذه الإشاعات عاد بوندس بانك وقال أنه هذه الإشاعات تعتبر عبارة عن قمامة يعني بهذه الكلمة يعني قال أطر جاربج. فيعني كان نوع من الحديث الواضح، فعدنا شهدنا ارتفاع إلى 33 من جديد. لكن بشكل أو بآخر سأستمر بشراء اليورو على الأقل طالما إحنا في مستويات 1.30، يعتبر جيد الشراء. أرجو أن تبقى معنا نور، حديثنا متواصل. لكن الملمح القادم هو أسعار النفط العالمية، ما الذي يحدو بها للارتفاع؟ هل هي البيانات القوية من ألمانيا أم هي شح الإمدادات وخاصة مع تأزم الوضع في الجزائر والتي تعد من المنتجين للنفط وخاصة داخل منظمة الأوبك؟ نتابع بعد الفاصل. حياكم
نحييكم من جديد. نعود أيضا إلى المشهد العالمي هذه المرة وسوق السلع بشكل تفصيلي مع نور الدين مفيد الحموري. نور، النفط قلنا بشكل خاص أنه كان في بيعاني من الفترة الماضية، الأيام القليلة الماضية خاصة من يوم الخميس مع التوترات في الجزائر، حصة الإنتاج اليومية ممكن هاي تكون أسباب، أيضا مؤشرات الثقة من ألمانيا، هل هذا سيكون دافع لارتفاعه في الفترة القادمة؟ ليس لفترة كبيرة، لأنه لا نتقد يعني الثقة في الألمان في الاقتصاد الألماني أو في الاتحاد الأوروبي ستستمر في التوازن خلال الفترة المقبلة، نوعا ما هذا شيء مشكك فيه. الشيء الآخر، كان يوم 20 ديسمبر الماضي كان في عنا ما نسميه اللي هو تذكرين، كان في عنا نسبة أسعار الذهب إلى أسعار النفط أو gold to oil ratio، كانت نوعا ما هي التي تعطي مؤشرات واضحة أولا على عودة هناك عودة الارتفاع. في 20 ديسمبر 2012 كانت الأسعار عند حوالي 88 دولار. هذا المؤشر أو من ينظر إلى هذا الرسم البياني يرى أنه كل قمة تصل فيها هذه النسبة نرى عودة ارتفاع في الوستكسس على الأقل، وأيضا في الـ S&P 500. لهذا السبب أيضا شهدنا ارتفاع الـ S&P 500 بأكثر من 5% منذ 20 ديسمبر، وأيضا أكثر من حوالي الوستكسس أكثر من 5%، لكن S&P إلى الآن حوالي 2.5%. الفترة المقبلة الآن الجزائر تلعب دور الموضوع، المالي تلعب دور الموضوع، سوريا تلعب دور في الموضوع، شح الامدادات يعني القليل ممكن ان نقول هو يعطي نوع من الارتفاعات، لكن اعتقد انه حاجز ال 100 دولار سيكون يعني من الصعب اختراقه لاكثر من سبب. اول شيء من ناحيه سبب تقني، يعني هاي مستويات نفسيه. السبب الاخر، السؤال يكمن، هل يستطيع الاقتصاد العالمي الان تحمل 100 دولار للبرميل، او هل هناك بحاجه او هل هناك طلب كبير للدول اللي بتكلفها، لكن الدول المنتجه بالعكس يعني مطلبها انه يكون هذا بالتاكيد، لكن يعني تكمن كل المعادله في بالنهايه تصب عند نمو الاقتصاد العالمي. فهل هناك تباطؤ في الاقتصاد؟ هذا شيء واضح. هل هناك تباطؤ في الطلب او انخفاض في الطلب؟ هذا شيء ايضا واضح. فارتفاع الاسعار الى 100 دولار سيؤثر اوكي ايجابي على الـ على الـ على الـ على الدول المنتجه، لكنه سلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام. كما حدث اصلا خلال 2007 او 2008 عندما وصلت الاسعار 147. فبعتقد فعليا انه الاسعار النفط او على الاقل خام غرب تكساس سيستمر في تداول ما بين 100 الى 75 دولار خلال 2013، هذا شيء وارد. طب نذهب للذهب، حبذا لو استطعنا اخذ تحركات الذهب على الاقل في شهرين. السبب يعود انه من لما كسرنا ال 1700 صعب جدا نعود له، المؤشرات في عنا بواعث لعودته، ما كنا متوقعين انه تتاخر عوده الذهب لل 1700 دولار، بالعكس كان في بعض من تحركات المستثمرين كان في صب نعم صحيح. لكن السبب، هل فعلا المحافظ الاستثماري خففت من حيازه الذهب ووزنه فيها؟ لماذا؟ هل هي توصيات؟ ما الذي يحدث على الذهب اللي بتابع حركته من 12 سنه هو في صعود صحيح. لكن ليش بنعلق من شهرين تقريبا، أقل من شهرين، على 1700 وما دون؟ بنتفرج بالتاريخ شوي، هي لا يمكن أن يكون هناك تسييل أو هناك يعني تخفيض الحيازة من الذهب، هذا لم أرى على الأقل، أو هذا الشيء أراه أو لا أراه، هذا عن طريق ما نسميه الـ ETFs أو اللي هم الـ Exchange Traded Funds أو اللي هي صناديق شراء الذهب. هذه الصناديق لا زالت تصل إلى مستويات قياسية، أو هذه المؤشرات تصل إلى مستويات قياسية خلال منذ نوفمبر العام الماضي إلى الآن، لكن الفترة ما بين شهر 12 ما بين شهر 1 دائما في عندنا فترة اللي هو الساتلمنت أو إغلاق الخزائن أو إغلاق التسويات وإلى ما إلى ذلك، وفي عندنا شهر 1 إلى شهر 2 هذه في عندنا البوزيشننج بيريود أو اللي هي فترة التمركز في الأسواق. فشهدنا انخفاض في نهاية العام إلى 1635، كان مدفوع أيضا، لا ننسى أنه كان اليونان لها دور في الموضوع بسبب وكالة ستاندر أند بورز قامت برفع التصنيف الائتماني لليونان مرة أخرى إلى بي ماينس من الإفلاس، فأصبحت اليونان انفستمنت جريد. فالمخاوف حول الاتحاد الاوروبي ليس فقط اليونان عادت الى الفانيشنج او عادت الى يعني الى الاختفاء، فشهدنا نوع من الانخفاض، لكن بدايه العام شهدنا فعليا نوع من الدخول من جديد، هذا ما ادى اليوم الى 1794. لكن الاهم الان اختراق مستويات 1794، ان لم يتم اختراقها، وليش هاي المستويات؟ هاي المستويات متوسط 50 يوم على المستوى اليومي، في حال تم اختراقها هي التي ستدفع بالأسعار أكثر من 1710. عدا عن ذلك ممكن نرى المزيد من الانخفاض مرة أخرى 1760 1767، هذا شيء ممكن أيضا. أشكرك جزيل الشكر، ضيفي في استوديو البرنامج السيد نور الدين مفيد الحموري، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. نتابع معكم من جديد هذه المرة التحركات في الأسواق الخليجية.